برحب بحضراتكم حلقة جديدة في مساء الخير. كل الكلام هيكون عن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، لكن الخبر الأهم واللي كان قبل دخولي الهواء مباشرة هو اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته عن كثب التطورات الخاصة بحادث غرق سيارة بإحدى قرى أشمون بالمنوفية. عايز أقول لحضراتكم الخبر ده بقاله كم يوم، ويمكن بدأ مع بداية المؤتمر، وكان شاغلني متابعته جدا، وكنت طبعا شايفه انه مالوش مجال في الاخبار حرصا على الاخبار الجيده والمنتدى اللي بنتكلم عنه، وفكره ان احنا مهتمين قوي بالضيوف الموجودين. لكن رئيس الجمهوريه في وجود ضيوف من 196 دوله، في وجود زعماء ورؤساء دول ورؤساء يعني حكومات، كل ده يخليني أتوقف أمام هذا الاهتمام بالمواطن المصري اللي دايماً على أولويات السيد الرئيس. الحادثة دي حادثة صعبة جداً، مجموعة من الأطفال، دايماً عارفين حضراتكم يعني ده شيء صعب جداً في بعض المناطق، إن لسه الأطفال بيشتغلوا في العمالة في بعض المزارع وبعض الورش وكل الكلام ده. الأطفال دول كانوا رايحين مزرعة بيجمعوا البيض وبيحطوه في طبقات مزرعة، وركبوا عربية ربع نقل ورايحين علشان بس يسترزقوا وياخدوا 25 جنيه 30 جنيه في اليومية علشان يرجعوا يساعدوا أهليهم، منهم أخوات، منهم أولاد عم، منهم بيت كامل كان رايح علشان يشتغل ويجيب لأهله ورزقهم، فما كان إلا ركبوا عربية ربع نقل اتحركوا بيها، وصلوا لحد المعدية اللي هتوصلهم لبلدهم، غرقت العربية وغرقوا عدد كبير. بس أنا احتراما للمهنية مش هقول أرقام، لأن أنا عندي أرقام متفاوتة كتير جدا، لكن مفيش تصريح رسمي، لكن أعتقد على بكرة أو بعده هيكون في أرقام واضحة. عدد كبير جدا من الأطفال دي غير ومات، ولسه مازال البحث جاري. اللي طلعوا طبعا بتعمل لهم جنازات في بلدهم، البلد كلها في حالة حداد، شيء يعني محزن جدا. أطفال لا شافوا يوم سعد، لا شافوا يوم اهتمام، حالة من الحزن على أطفال شقيانة كانوا على الهامش وماتوا برضو هم على الهامش. لكن بعد اهتمام رئيس الجمهورية في ظل هذه الأحداث اللي بيشهد بها العالم كله، يعني والمؤتمر اللي العالم كله بيتابعه، أنه يعلم بنفسه أنه بيتابع ويوجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص بمنطقة الحادث اللي هي أشمون للحيلولة دون تكرار الحادث مرة أخرى. شكرا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكرك لاهتمامك بالمواطن المصري اللي على اولوياتك. اللي حاصل ده فيه اهتمام بدا من اول اعلان عن حياه كريمه. حياه كريمه يا جماعه هتخلينا ما تحصلش تاني حادثه زي دي، هيتخلي في كوبري في كل مكان، في معديه ممكن تغرق تاني لانها قديمه، لانها ما فيهاش تامينات، لانها حاجات كتيره جدا. غرق ولادنا مش بالسهل، وعلى مصر ما بقاش أعداد وخلصت ونعزي وخلصت، لا، في حل. مشكلة حصلت، حصلت وده وارد انه يحصل، لكن ان احنا يكون في حياة كريمة علشان ده ما يبقاش بعد كده يحصل في 10 حتت بدل مكان واحد بس. انا تعزينا لكل اهل أشمون، تعزينا لكل اهل المنوفية، لان عارفة ان الخبر كان صعب عليهم. عايز اقول لكم انا ترددت كثيرا ان اتكلم في الخبر ده امبارح، حسيت انه مش وقته، شيء بيعكر العرس اللي حاصل. لكن اهتمام رئيس الجمهوريه واللي دايما سابق بخطوه، دي حاجه انا برفع لها القبعه دائما. المواطن والمواطن المصري على اولوياته، ما عندناش مواطن مهمش، ما فيش حد في منطقه ما نعرفش عنها حاجه. أتمنى الحادث ما يحصلش تاني، بيحصل كل فترة، لكن بعد حياة كريمة وفكرة التطوير من الطرق، فكرة التطوير من الكباري. الناس اللي زعلانة من الكباري والطرق، الكباري لو في كوبري في المكان ده معمول، ما كانش العدد، أنا مش عايزة أقول لحضراتكم العدد قد إيه ممكن يكون كبير، ومش عايزة أذكر عدد لم يذكر بشكل رسمي لأن مش هبقى مهنية، لكن عدد كبير من الأطفال ما بين 10 سنين ل 18 سنة كانوا داخل العربية النقل دي، واللي وقعت بيهم من معدية، منهم أخوات، منهم بيوت كاملة. يعني في ست مثلا، قصة من القصص اللي كنت بسمعها، ست بقى لها 14 سنة ما كانتش خلفت لحد ما ربنا رزقها بولد وبنت. الولد وبنت كانوا في المزرعة دي علشان يجيبوا قوت يومهم، الاثنين غرقوا في الحادثة دي. وخد من ده حكايات إنسانية كتير، لكن اللي طبطب واللي يداوي أنا متأكدة مش هيكون الموضوع كوبري بس، كمان هيكون في نظرة أخرى لأهالي الضحايا دول. شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان النهاردة اتكلم أمام الجميع عن الفقر، وقد إيه الفقر ده شيء بيأثر في دول وحكومات، فمش هيأثر في أسر ومواطنين عاديين. الفقر ده شيء سيء جدا جدا جدا. واسمحوا لي ان احنا نبدا الان الكلام عن المؤتمر، واللي
بعد متابعة السيد الرئيس دي تفتح نفسنا ان كل حاجة ماشية بالتوازي، الرئيس ما هوش مع النخبة الموجودة فقط في المنتدى، لا يتابع ادق التفاصيل للمصريين حتى اللي هم على الهامش ما بقوش على الهامش في وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلقت اليوم فعاليات جلسة اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وشارك الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر ضمن فعاليات اليوم الثالث. خلينا نطلع نشوف جزء من هذه الجلسة ونرجع نكمل مع حضراتكم. شكرا. انا هحاول برضو الاربع دقايق يعني استمر على الاربع دقايق اللي انت بطلبتنا بيهم. خلوني في البدايه اقول بسم الله الرحمن الرحيم واشكر الساده الضيوف المتحدثين على مساهمتهم الرائعه النهارده في هذا الموضوع اللي انا بعتبره شخصيا من اهم الموضوعات اللي محتاجين كلنا نخلي بالنا منها ونفكر فيها. وخليني أوجه من خلال آية وسارة يعني شبابنا إن أنا أوجه التحية لشباب مصر، لأن شباب مصر المؤتمر اللي احنا موجودين فيه ده كان أحد أفكار شباب مصر، حياة كريمة اللي بنتكلم عليها اللي هي بقت نموذج ملهم، يعني هي برضو أحد أفكار شباب مصر، فأنا بوجه لهم التحية على ده. خلوني أقول لكم إن إذا كنتوا بتقولوا إن الفقر في بلادنا أو حتى في بلاد كثيرة بس كتير منهم بيتركز في أفريقيا، الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. الفقر بيدخل البلاد والأسر، عايز تتكلم عن مستوى الأسرة ممكن تقول إنه بيدخل الأسرة في متاهة، عايز تتكلم على مستوى الدولة ممكن تقول بيدخل الدولة في متاهة. متاهة التخلف، متاهة التخلف، متاهة الجهل، كله هي يعني عبارة عن مثلث الفقر والتخلف والجهل يلفوا ويصعب على أي حد يخرج منهم بسهولة. وإحنا لما وأنا بقول الكلام ده لأن الشباب اللي موجود هنا مهم قوي يعرف حال البلد، أنا بتكلم على الشباب اللي هو متواجد معانا وضيوف عندنا هنا في بلدنا، يعرف إن البلد دي كانت في 2011 على وشك الانهيار الكامل، على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين. وحتى لما اتعملت إجراءات واتعملت يعني انتخابات جت يعني حكومة أو قيادة يعني الشعب ما قدرش يستحمل أدائها لمدة سنة وخرج عليها. إيه علاقة اللي أنا بقوله بالفقر؟ لما بدأنا المسؤولية هنا ما كانش في دماغنا حاجة فقط غير محاربة الفقر، محاربة الفقر في مصر بإيه؟ بالعمل بإخلاص، العمل بجد، العمل بقدر الإمكان بإتقان، العمل بإيمان، ما كانش فيه حل تاني. وأنا عايز أقول لكم يعني على أرقام بسيطة يمكن تعكس لكم حجم الجهد وحجم الإنفاق اللي اتعمل، وده بالمناسبة ده مش شغل رئيس، ده شغل الدولة المصرية حكومة والحكومات المختلفة حتى الناس اللي مش موجودين معانا منهم دلوقتي. خلال 7 سنين اللي فاتوا دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها أكتر من 6 تريليون، أكتر من 6 تريليون جنيه، يعني كم؟ حوالي 400 مليار دولار، 400 مليار دولار. عايز أقول لكم على حاجة، كنا لسه بنتكلم مع الشركات اللي اشتغلت خلال 7 سنين اللي فاتوا دول مع قطاع واحد، مع قطاع واحد، عدد الشركات 4500، والحجم الأموال اللي تقاضتها أو التعاقدات كانت بتريليون ومئة مليار، تريليون ومئة مليار.
أنا بقول الكلام ده لكم هنا وإحنا بنتكلم على الجائحة وأثرها السلبية على العالم كله. كان العالم بيحتفل قبل الجائحة بأنه هو خرج مليار من الفقر، والجائحة جت كان الهدف كله دلوقتي أن إحنا نحافظ على أن المليار اللي خرجوا من الفقر نقدر نحافظ عليهم ما يرجعوش تاني تحت، يرجعوا تحت خط الفقر تاني. كان ليها تأثير كبير، لأن كتير لما كنا بنتكلم على التوازن اللي أنا بطرحه وسمعتوه على أن مصر كانت أدارت الموقف من الجائحة بتوازن ما بين الإجراءات الاحترازية والغلق المؤقت وما بين العمل بلا توقف بلا توقف. ليه؟ لأن إحنا أتصور أن الفقر أخطر كتير، هو جائحة بتدمر المستقبل وبتدمر الحاضر. الفقر يدمر الحاضر والمستقبل، ويتكلم كمان عن الفقر والتخلف والجهل المثلث قادر أن ينهي ويقضي على أي دول مهما كانت عظيمة. كمان يمكن في نهاية الفيديو ده أو الحديث ده قال إن حياة كريمة هي خطوة من ألف خطوة، وأنا بقول لك كمل يا ريس، محتاجين لسه خطوات كتير. معانا على الهاتف أستاذ ماهر عباس مدير تحرير جريدة الجمهورية. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك وكل سنة وأنت طيبين. وحضرتك طيب بكل خير. بداية كيف ترى الرسائل اللي كانت في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال الجلسات اللي حضرها بشكل عام في منتدى شباب العالم؟ الرسائل التي جاءت من منتدى شباب العالم وأرسلها الرئيس السيسي للعالم كله ركزت على أشياء مهمة، ونأخذ ما حدث اليوم وهي تركيز الرئيس على حقوق الإنسان واختلاف فكر حقوق الإنسان بين الغرب، رؤية الغرب والرؤية المصرية أو الرؤية الخاصة بنا في مصر، وإن الرؤية السياسية لحقوق الإنسان ليس مكتملة، لكن هناك حياة كريمة وهناك رؤية اجتماعية وهناك أشياء كثيرة الغرب لا يتعامل معنا بها. ثانيا أكد الرئيس للعالم كله أن مصر مستقرة وآمنة بدليل هذا العدد الكبير من 196 دولة حضرت إلى مصر في أمن وأمان وفي أعياد الميلاد، فتوافق مهم وتوافق مميز في حضور مصر في تنظيم مصر لهذا المنتدى الذي جاء فكرة شبابية وبتنظيم شبابي وفي وسط جائحة كورونا. الرئيس أرسل رسالة مهمة وهو أن مصر التي تبني مشاريعها وتواجه الفقر وتواجه الأزمات التي كانت قبل 2011 ومن بعد 2011 إلى 2013، اليوم هناك حياة كريمة أهم مشروع في هذا القرن، وهناك بنية تحتية قوية في مصر، وإن مصر تتجه موضوع خلاق وهو الصحة والتعليم ومواجهة الفقر وحياة اجتماعية جديدة في مصر. فهذه الرسائل المهمة التي أرسلها، وأيضا أن مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين وتدعو الآخرين ألا تتدخل في شؤون مصر. هذه رسائل مهمة، ورسائل أيضا يرد بها على قوى الشر بأن البناء سيستمر وأن مصر ستتم ما تم من إنجازات بلغت أكثر من 400 مليار دولار، يعني 6.5 مليار دولار تقريبا، تريليون تقريبا. هذا لا يمكن إنجازه إلا في دولة رشيدة، دولة آمنت بقيادتها وشعب ساند هذه القيادة في إصلاحات اقتصادية قوية تمت وتحمل الشعب هذه الإصلاحات. بشكر حضرتك أستاذ عباس مدير تحرير ماهر عباس مدير تحرير جريدة الجمهورية. خلينا كمان نطلع مع حضراتكم نشوف فيلم اتعرض النهارده في جلسه تجارب تنمويه في مواجهه الفقر ضمن فعاليات اليوم الرابع، فيلما تسجيليا عن مبادره حياه كريمه ودورها الكبير في تغيير حياه اكثر من 58 مليون مواطن. خلينا نطلع نشوف مع حضراتكم ونرجع نكمل.
تصوروا ان احنا في مصر ان شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة دول ان احنا نقدر نحول حياة 58 مليون مصري. من 1948 والعالم بيتكلم لغة حقوق الإنسان، وطول السنين والعالم بيسأل إيه أكتر حق بيخلي كل واحد فينا إنسان؟ قدرتنا على تحديد مصيرنا بتتوقف على إننا نعيش بأمان في أحسن صحة، وعندنا علم ووعي بيحركوا تصرفاتنا في الاتجاه الصح. توفير احتياجاتنا الأساسية هي الضامن لعيشتنا بحرية، وده أصل كونك إنسان، ده أصل حياة كريمة. الأهم من إنك تحلم إنك تكون جريء وإنت بترسم أحلامك. وحياة كريمة مشروع بيأكد قد إيه كان عندنا الجرأة وإحنا بنحلم، لأن الأول مرة مشروع يكون هدفه إن التنمية توصل لأكتر من نص سكان مصر، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث وأكثرها إنسانية. مشروع مصري 100% بدأ بفكرة شباب بيحلم ببكرة. فكرته اترجمت لمبادرة رئاسية تم إطلاقها بتكليف السيد الرئيس في 2019، وبعقول مصرية وبإيدين شباب مصر اتحولت المبادرة لمشروع قومي، وبنجاحه أصبح نموذج يحتذى به. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما بقاش فيها حاجة ناقصة خالص. المفروض ان احنا عاملين برنامج حياة كريمة دوم، هنعمل فيه الصرف الصحي، هنرجع المية الشرب ونطمن لها تمام، هنرجع الكهرباء ونطمن لها، هنرجع البيوت اللي هي صعبة ونحسنها، هنعمل الطرق، هنبطل الدرع، هندخل الناس، هندخل الاتصالات. الوعد ده لكم مش مني، من الدولة المصرية. القضاء على الفقر هدف بيتكامل مع أهداف التنمية المستدامة، وبنحققه بوضع أحلام أهالي الريف في أول الخطة. مشروعات المبادرة ركزت على توفير سكن كريم لائق وآدمي، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق بيئة عمل مناسبة لكل الأيدي العاملة. كلها متطلبات الحياة الأساسية، وهي حقوق الإنسان اللي بتسعى رؤية مصر 2030 لتحقيقها، والمتوافقة مع أهداف منظمة الأمم المتحدة، واللي أدرجت حياة كريمة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ده مش كلام على ورق. زمان الفرق كان واضح بين الريف والحضر، لكن دلوقتي قضينا على أشكال كتيرة للفقر، وده نتيجة شغل ومجهود لتنفيذ خطة مدروسة بدقة بنيناها على علم ومعلومات وإحصائيات جمعناها من المؤسسات، وبحث ميداني عمله فريقنا اللي وصل عدده لواحد وعشرين ألف متطوع. أنا فخورة أني بشتغل في حياة كريمة، أنا فخورة أن أنا جزء من مبادرة حياة كريمة، أنا فخورة أن أنا بشتغل في حياة كريمة وبساعد أهالينا، أنا فخورة أن أنا متطوعة وجزء من مبادرة حياة كريمة، أنا فخور أن في حياة كريمة وأن إحنا بندخل السرور على أهالينا، أنا فخور جدا كوني سبب في إدخال الفرح لأهالينا، فخور أكتر كوني جزء من مبادرة حياة كريمة. والله حياة كريمة دي اسم على مسمى، المجموعة دي مجموعة بقول لك زي مثل خلية النحل. خطة إعادة بناء شاملة لتحقيق تنمية وطفرة اقتصادية واجتماعية وثقافية لكل فئات المجتمع الريفي، الأسر الأكثر احتياجاً، كبار السن، كل امرأة معيلة، والشباب اللي بيدور على لقمة العيش. وخطتنا ما نسيتش الأطفال وأبناء مصر القادرون باختلاف. بدأنا بتدخل سريع للقرى الأكثر احتياجاً اللي فيها نسب الفقر عدت 70%. المرحلة التجريبية استهدفت 375 قرية بإجمالي مستفيدين عددهم 4.5 مليون مصري، والمرحلة الأولى اللي بتتنفذ دلوقتي هدفها 1436 قرية داخل 53 مركز على مستوى 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين حوالي 18.5 مليون مستفيد. الكل اتفق على خلق بيئة متكاملة لبناء المواطن، علشان كده حياة كريمة ما كانتش مجرد بنا بيوت، حياة كريمة بتنفذ مجتمع متكامل يساعد على تكوين شخصية إنسان سوي ينتمي لبلده وبيحميه من التعرض لأفكار التطرف، وده لأن مكان مناسب للحياة بأمان يساوي مواطن عارف مقدرات بلده وحاسس إن بلده بتقدره. بدأنا بسكن كريم، لكننا في نفس الوقت طورنا البنية التحتية، ولأن من غير الصحة
صعب نحس بقيمة التطوير. رفعنا كفاءة الوحدات الصحية وعملنا قوافل طبية تطمن على صحة أهالينا وتعمل عمليات جراحية لكل المستحقين. وعلشان مهمة إعداد جيل واعي على نفس درجة الأهمية طورنا المدارس وبنسعى لمحو الأمية الرقمية وبنوفر خدمات ثقافية ببناء المكتبات في كل قرية مصرية. اهتمنا كمان بمحور التأهيل والتدريب ووفرنا تدريب على صنع الحرف لشباب وستات الريف ولذوي الهمم، لأننا مؤمنين بأنهم قادرون باختلافهم على تحقيق المعجزات. اشتركنا في عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ووسط كل المشروعات منسيناش نهتم بمراكز الشباب وبكل نشاط لحماية البيئة والحفاظ عليها. ومع كل طوبة بنيناها اتمدت لنا 100 إيد تساعد. نفذنا عدد من المبادرات وقت كورونا، حماية ورد الجميل والتصالح حياة، وكل واحدة فيهم كانت بتحط حلول وتسهل على أهالينا الحياة في وقت صعب علينا كلنا. كنا وقت سيول أسوان أول إيد تسند أهلنا، بنينا البيوت المتضررة وشكلنا قوافل مساعدات لأهل أسوان. اللي شفتوه حضراتكم ده جزء من الواقع، ويمكن الحادثة اللي بدأنا بيها الحلقة النهاردة كانت جزء من الإهمال اللي كان بيعانيه أكتر من نص سكان مصر. يمكن أهم كلمة اتقالت في التقرير أو الفيلم التسجيلي ده إن كان في فرق كبير ما بين الحضر والريف. بعد اللي حصل ده لو حضراتكم زرتوا القرى دي اللي تم تطويرها أو لسه بيتم تطويرها هتلاقوا بقى في طريق تعرف تدخل القرية وتطلع لو كان في أي وقت حصلت حادثة في قرية أو نجع من النجوع دي أو من القرى دي، ما كانش تعرف حتى الإسعاف توصل، ما كانش تعرف المطافي أو الشرطة أو أيا كان الخدمات توصل لهم، وده كلام حقيقي على الأرض. بعض المنازل اللي تم تطويرها كانت ما هي إلا كم طوبة كده فوق بعض بأي شكل، عليهم كم قشة أو كم حاجة يعملوا بها السقف وخلصنا، وده اسمه بيت. لا في مية لا في كهرباء، مش عايز أقول بس ما فيش دورات مياه، ما فيش أهم أساسيات الحياة اللي ممكن يطلع منها شخص سوي نفسيا. كل ده لما يتعمل وزي ما تقال احنا كده بنعمل تطوير للفكر كمان، انت بتديني انسان صحي طالع في بيئة صحية، انسان سوي، فبالتالي هيكون فكريا سوي صعب استقطابه. انا راضي لاقي مدرسة اتعلم فيها، لاقي مستشفى اتعالج فيها، لاقي خدمات غاز وكهرباء وغيره موجودين، فبالتالي انا كده راضي طالع حاسس ان انا مش مهمش. انا لو مهمش ومش لاقي كل الخدمات دي اي حد هيقول لي وانت لازمتك ايه، اي استقطاب بقى، لا ده انت لازم تاخد حقك، ده انت ليك حقوق عند الدولة المصرية. ده بقى موجود بالفعل، الشباب دي كانت هتستقطب ببساطة جدا. انا شايفة اللي حاصل ده من ضمن التطوير ومواجهة الارهاب كمان، ان انت بتحافظ على شبابك اللي طالع في بيئة صحية سوية. كمان يمكن في أماكن للتدريب، مش بعمل تطوير شكلي فقط، لكن فكرة إن أنا يبقى عندي أماكن للتدريب علشان أدربهم على حرف، أدربهم على إقامة مشروعات صغيرة، ده شيء عظيم. لا تعطيني سمكة ولكن علمني إزاي أصطاد. حياة كريمة فرصة فعلا لحياة كريمة. خليني أكد مع حضراتكم، مصر مش بتخدم نفسها فقط، ولكن كنا من أول الدول. يعني النهاردة كان في جلسة هامة جدا عن إعادة الإعمار. إعادة الإعمار دي كان ممكن يبقى شعار في جلسة وكفى، لكن لما تكون أنت كدولة سابق مش مجرد مشاركة في جلسة في منتدى عندك مع ضيوف ومتحدثين فقط، لا احنا كنا من اول الدول الداعمة. في دول ساهمت ماديا، في دول ساهمت انها تقدم خدمات، يعني مساهمة مع غزة بامور كثيرة، لكن مصر ساهمت فعليا انها بعتت شركات، تبرعت باموال ان يتم الاصلاح الحقيقي على الارض وبناء واعادة بناء غزة من جديد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قطاع غزة يحتاج ل 500 مليار دولار لإعادة الأعمار، معلقا كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده، موجها بإنهاء مراحل إعادة الأعمار القطاع، قائلا أرجو إنهاء هذه المرحلة التي وعدنا بها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في غزة. وبكده كنا بنتصرف بشكل عملي بحت، إن إحنا مش بنقول العالم ساعد وأنا بعيد، ودي حاجة تعلمناها جديد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش كلامه بس بل أفعال كمان. خلينا نطلع نشوف جزء من كلمة الرئيس ونرجع نكمل. فيما يخص القطاع غزة، القطاع فعلا محتاج أرقام أكتر كتير من الرقم الـ 500 مليون دولار، وكنا نتمنى في مصر إن احنا نساهم بأكتر من كده،
لكن انا حاضر اقوله للناس اللي شغاله ان المرحله الثانيه اللي بدات في ديسمبر من فضلكم احنا كنا قايلين ان دايما الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين هناك، لان مش هنجيب عماله تخش القطاع واهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني، لكن اقصد اقول ان احنا ارجو ان احنا ننهي المراحل اللي احنا وعدنا بيها في اسرع وقت ممكن من اجل اشقائنا في قطاع غزه. وهيستمر دورنا في ان احنا نناشد المانحين ان هم يتقدموا ولا يتخلوا عن الانرا عشان الالتزامات اللي خاصه بيها، الالتزامات اللي بتقوم بها الانرا. واتصور ان ده الامر بشكل او باخر ابتدى يعني يعود مره اخرى بعد توقف الكام سنه اللي فاتوا، وبرضه مره تانية بنوجه نداء للدول المانحه وهنتحرك كدوله معهم ايضا عشان تصل هذه الرساله بشكل اكثر قوه وفاعليه من اجل استئناف اكبر ودعم اكبر للانرا عشان تقوم بدورها في القطاع. زي ما سمعتوا حضراتكم السيد الرئيس، فكرة التأكيد على حقوق الفلسطينيين ده شيء مش جديد على مصر، لكن فكرة كمان حقهم وفكرة ان نتكلم على ان احنا كنا كلنا 100 مليون مصري كان زماننا دلوقتي احنا كمان لاجئين، لولا ان فعلا كان في جيش حامي وحافظ لهذه البلد، مؤسسات عرفت تلم الشمل، عرفت تخلينا نتخطى هذه الأزمة وبالعكس نبقى من أقوى الدول وأكثر الدول استقراراً. وفكرة استقراراً دي هي الأهم في كل الحكاية، لولا هذا الاستقرار ما كان هذا المنتدى. خلينا نطلع مع حضراتكم كمان في فيلم تسجيلي عن حجم المعاناة اللي بيعيشوها النازحون واللاجئون في مناطق الصراعات حول العالم. جاء ذلك في على هامش جلسة نقاشية عن المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات. ده فيلم معد مخصوص واتعرض النهاردة في المنتدى، خلينا نطلع نشوفه مع حضراتكم. خسائر في الأرواح، إصابات لم تتوقف بعد، كانت كفيلة لأن تهتز لها أنظمة العالم الصحية والاقتصادية والسياسية معاً أمام جائحة فيروس كورونا المستجد. ولكن ماذا عن حجم الخسائر التي تخلفها الوتيرة المتسارعة للصراعات المسلحة في عالمنا اليوم، بزيادة في أعداد اللاجئين والمهاجرين جبرياً تصل إلى 82 مليون شخص، وبلغ عدد المعرضين لخطر المجاعة بسبب احتدام الصراع 100 مليون شخص، بالإضافة للتضرر الشامل لسكان مناطق تلك الصراعات. كم مليون ماتوا في أفغانستان؟ كم مليون ماتوا في العراق؟ كم مليون ماتوا في سوريا وليبيا والدول التانية؟ مين يدفع الثمن ده؟ أليست هذه الأرقام الهائلة والأعلى في التاريخ أشبه بجائحة تصل حد المأساة الإنسانية؟ نحن اليوم أمام 235 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العالم، والتعثر في إنهاء الصراعات يجعلهم أمام مصير مجهول. يا ترى الطفل أو الطفلة اللي قعدت 9 سنين في معسكر لاجئين ده هتطلع شخصيتها عاملة إيه؟ وأمام هذه التغيرات المعاصرة والصراعات المتلاحقة، بات تطور مفهوم إعادة الإعمار أمراً حتمياً، ضرورة أدركتها الدولة المصرية من منطلق واجبها الإنساني كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. وهو ما نراه جلياً في حضور مصر الفعال في القضايا العربية والإفريقية بدبلوماسية تنموية تستعيد بها موازين القوى في مناطق صراعات بات بها الدمار مألوفاً، وآخرها في قطاع غزة. وذلك بعد الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار في مايو 2021، ومن ثم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح الإعمار في قطاع غزة، مع إتاحة الفرصة للشركات الفلسطينية المحلية جنباً إلى جنب
مع الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار والإسهام في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة وتخفيف العبء عن الفلسطينيين وعودة الحياة إلى طبيعتها. وحتى الآن ما تم من المرحلة الأولى هو إزالة ورفع أكثر من 85 ألف متر مكعب من الركام خلال 65 يوماً، وبدء أعمال المرحلة الثانية بتطوير الواجهة البحرية للكورنيش شمال غزة. وتبقى المرحلة الأهم، ألا وهي تعزيز الاستدامة بما يمنع عودة الصراع مرة أخرى. إن التحديات الجديدة التي تواجهها عمليات إعادة الإعمار في العالم بعد جائحة صحية ممتدة وتغيرات مناخية تنذر بأن أسوأ الأزمات لم يأتي بعد، وسط صراعات متصاعدة داخلياً وخارجياً خلفت وراءها اقتصادات هشة زي ما شفتوا حضراتكم مشاهد مؤلمة لمجرد أن أنتوا تقعدوا تتابعوها لدقائق، ما بالكم بأسرة وأطفال ممكن يكونوا عايشين الواقع ده زي ما أشار السيد الرئيس لسنوات، هيطلع منهم إيه وهننتظر منهم إيه للإنسانية؟ وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الصراعات مش بتؤثر فقط في هدم منازل وتشريد وكده، لا بتأثر كمان طب ونفسيا، أنا ممكن أعوض وأعيد البناء وأعيد الطرق وأعيد البنية التحتية ونحاول يبقى فيه كيان دولة، لكن نفسيتهم يبقى شكلها إيه؟ لكن إنسانيتهم هنا هتتحاسب على أي أساس؟ منين تشيل من ذاكرة أطفال ذكرى الحرب أو المشاهد المؤلمة اللي بتبقى أكيد ومجرد الخوف، مجرد أن أنت عايش في منطقة كلها رعب، ده إحنا تحامينا منه كتير، يعني ربنا حامينا طبعا. بعد ما سمعت كلمة متحدث اليمن واللي كنت مصرة أن تبقى معنا النهاردة، لأن حقيقي شفت قدامي هو بيتكلم من خلال 7 سنين هم عاشوا أمر 7 سنين في حياتهم، وقال أن إحنا مش منتظرين ده يخلص دلوقتي، ده ممكن كمان قدامنا كم 7 سنين تانيين عشان يعاد أعمار اليمن. وكم البؤس اللي اتكلم عليه أنه عنده أكتر من 4 ملايين نازح في اليمن يعيشوا أسوأ ظروف اقتصادية، وكمان عنده 20 مليون يمني تحت خط الفقر، وعنده يعني 223 ألف متوفي خلال 7 سنوات الماضية. وقال كلام لازم تسمعوه، لأن هرجع أتكلم تاني على متحدث اليمن، لأنه بالنسبة لي أنا كنت هبدأ بكلامه الحلقة، لأن الناس اللي بتقول يا الرئيس بيتكلم كتير قوي عن حياة كريمة، بنتكلم كتير قوي عن المشاريع اللي عملناها، بنتكلم كتير قوي على الإصلاح الاقتصادي، بنتكلم كتير قوي على كل اللي عملناه الفترة اللي فاتت. أنا بعتقد أن إجمالاً كلام متحدث اليمن ده اللي هناخده دلوقتي مثلاً 3-4 دقائق هو بيقول لنا كان ممكن حياتنا يبقى شكلها إزاي لو ما عنديش المؤسسات المحترمة دي، ولو ما عنديش المواطن المصري اللي بيعرف يحافظ ويتمسك ببلده علشان تفضل تكمل. أنا عايزة أفضل أقولها، المواطن المصري هو سبب استقرار هذه البلد إلى الآن، لولا وقفته ورا جيشه، لولا وقفته ورا مؤسساته كنا هنبقى زي ال3 دقائق اللي هتسمعوهم دلوقتي، والخطر جدا جدا جدا. وصحيح انا بحيي المهندس حمود النعماني سفير شباب اليمن لانه بيتكلم من القلب جدا، عايز اقول رسائل واضحه، كلام ما فيهوش اي مواراه، لكن كنت محتاجه حضراتكم تسمعوا معايا كلامه، لان كلام ما فيهوش فصال. تخيلوا احنا لو ما تماسكناش كنا هنبقى اكيد شبه كده، مش بعيد عن كده ابدا، واحنا كمان 100 مليون يعني. خلينا نطلع نسمع جزء من كلمته ونرجع نكمل مع حضراتكم. ارحب باول المتحدثين المهندس طارق حمود النعماني سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الافريقي للتكامل والتنميه. مهندس طارق مساء الخير، اهلا بيك. مساء النور. ارجوك صف لنا المشهد على الارض اليوم داخل اليمن فيما يتعلق بالموقف الانساني ومدى الحاجه الى عمليه اعاده اعمار عاجله وشامله. في البدايه اتوجه بخالص الشكر والتقدير لجمهوريه مصر العربيه قياده وحكومه وشعبا على حسن الكرم والضيافه والاعداد لهذا المنتدى بهذا الشكل الرائع، ولتأهيل جمع الناس على كلمة السلام في مدينة السلام شرم الشيخ. أما في اليمن فأنا قدمت من أرض سبأ وبلقيس، أرض التاريخ والحضارة، البن والعسل، أرض حين تسمت باليمن السعيد، وهي اليوم بعد قرابة 7 سنوات لم تعد ترى سعادة مطلقا. 4000 مدرسة أغلقت،
4 مليون طفل أصبح بلا فرصة للحصول على التعليم. 3.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. تدمر كل ما هو جميل في اليمن وتوقف الإنتاج، وبلغ عدد النازحين قرابة 4 مليون نازح. يا سادة، نحن نعيش اليوم أسوأ ظروف اقتصادية وصحية مرت على اليمن، بل وتم تصنيف اليمن ضمن الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية مرت على العالم. توفى حتى الآن 377,000 مواطن يمني، 60% منهم و60% من تلك الوفيات نتيجة غير مباشرة عن الصراع، ناتجة عن سوء التغذية، ناتجة عن الأمراض، ناتجة عن الفقر. جزء كبير منهم من الأطفال. نحن اليوم خلال كل 9 دقائق يموت طفل يمني، بمعنى أن نحن سننتهي من هذه الجلسة وقد مات أكثر من 10 أطفال يمنيين. تخيلوا 60%، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 75% بحلول عام 2030. خسرت اليمن 126 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي، 20 مليون مواطن تحت خط الفقر، نصف عدد السكان. الناتج المحلي أو المواطن دخل الفرد 1.9 دولار أمريكي، 8.6 مليون يعانون من نقص التغذية، وهذا تقرير الأمم المتحدة الإنمائي. عام 2030 يتوقع الأمم المتحدة أن تصل الوفيات إلى 1.3 مليون شخص. 70% من الوفيات ستكون في عام 2030 ناتجة عن أسباب غير الصراع. تخيل أن 223,000 يمني توفوا خلال 7 سنوات بأسباب غير ناتجة عن الصراع، أسباب الفقر، أسباب التغذية، سوء التغذية، أسباب صحية. كارثة حلت، كارثة حقيقية. أن يموت بشر من الإهمال مش من الصراع، يموتوا في الحرب يمكن ده مقدر لهم، لكن فكرة أنه يموت لأنه مش لاقي يأكل، مش لاقي يتعالج، مش لاقي اهتمام، ده في حد ذاته إنسانيا شيء خطير جدا. كلمته دي خلتني توقفت أمام الاستقرار اللي احنا فيه، واللي احنا كان من ضمن الحاجات اللي متريق بيها زمان مش عايزين نبقى زي اليمن وسوريا وغيره. ففكرة بقى أن يبقى فيه الكلام ده كان لازم حضراتكم تسمعوه. فكرة إلى آخر الجلسة سيكون فيه 10 وفيات مجرد وقت الجلسة ساعة أو غيره، فده شيء يخلينا نقول الحمد لله على اللي احنا فيه. وخلينا ناخد كمان أستاذ طاهر، أستاذ محمود الطاهر الباحث السياسي اليمني. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الفل، برحب بحضرتك. وبداية، كيف ترى منتدى شباب العالم المقام الآن في مصر؟ منتدى العالم هو في ملهم لغالبية الشباب في الوطن العربي بل في العالم، وكذلك هو فرصة جديدة لتكون للدول التي تعاني من الصراع أن تحذو حذو مصر بالتخلص من الإرهاب ومن الجماعات الدينية المتطرفة كالإخوان المسلمين والجماعات الأخرى في اليمن كالحوثيين أو الشيعة في العراق أو العلويين في سوريا أو حزب الله في لبنان، لكي تنعم بالأمن والاستقرار كما تنعم به مصر. ولا بد أن يكون لديها جيش تحتذي حظو الجيش المصري كي تحافظ على الدولة من السقوط لدى الجماعات الإسلامية. وها هي اليوم، يعني تعيش عيشة أمن واستقرار، والكثير من الشباب يأتون لعرض رؤاهم وأفكارهم لحلول مستقبلية، كيف يمكن أن يعالجوا الكوارث التي تحصل في العالم. هذه أصبحت مصر، يعني اليوم مصر تمثل نموذج. حضرتك تابعت جلسة اليوم في إعادة الإعمار مناطق الصراع؟ نعم. حضرتك تابعت جلسة اليوم وسمعت كلمة متحدث اليمن؟ أنا سمعته من خلال الكلام من خلال التقرير، لكن أنا صراحة كنت مشغول في العديد في يهمني يعني تعقيب حضرتك على الحالة المتردية اللي وصل لها اليمن الآن، وإيه اللي محتاجاه علشان العبور فوق هذه الأزمة؟ نعم، شوفي، هناك مبالغات حقيقية في الأرقام التي ذكرت، هناك مبالغات كثيرة، لكن هناك صحيح فقر، هناك سرقة
سرقة يقوم بها الحوثيين من سرقة من المساعدات من أفواه الجائعين. هناك يعني فقر صحيح، لكن الأرقام التي تحدث بأن كل دقيقة يموت طفل، نعم هذه هذا مبالغ فيه جدا. لا صحيح أن الحوثيين يعني يسرقون المساعدات الإنسانية القادمة، الأمم المتحدة أيضا نفسها تتاجر في الأزمة. هل في تقصير دولي إذا كانت المعونات اللي بترسل دولية بتسرق من الحوثيين؟ هل في تقصير دولي في عمل انضباط لتصل هذه المساعدات لمستحقيها بشكل فيه اهتمام دولي حقيقي، مش إحنا بعتنا وإنتوا تتسرق ما تتسرقش دي مشكلتكم؟ المشكلة أنه الغرب يصنعون أزمات في المنطقة من أجل العيش، من أجل أنهم يستثمروا فيها. ما يحصل هو يعني في اتفاق بين الحوثيين والأمم المتحدة، وإلا هم قادرين. كان في مبادرات كثيرة قدمتها الحكومة اليمنية، قدمها التحالف العربي كيف يمكن أن يتم توزيع هذه إلى مستحقيها، لكن لا الحوثيين رفضوا ذلك والأمم المتحدة خضعت لطلبهم. بمعنى يعني وهو ما يجعلنا نقول بأن هناك اتفاق بين الحوثيين والأمم المتحدة. كيف يمكن أن ننتهي من هذه الأزمة؟ الأزمة في اليمن هي أزمة طائفية، يعني صراع بين الإرهاب والحق، بين الحق والباطل. كيف يعني هل يمكن أننا أتحاور مع إرهاب؟ هذا مستحيل. إن الإرهاب يعني لما يقول بأنه مأمور من الله أنه يحكمك ولا يحكم مش عارفه، وأنك تقول يعني يجيب حاجات يعني لا لها في الإسلام ولا في المسيحية ولا في اليهودية ولا في البوذية ولا يرضى بها أي دين، كيف يعني يمكن أن تتحاوري مع هذا اللي يقول بأنه مرسل من الله للتحكم في البشر؟ يعني بما معنى أن الحوار معه يعني هل تحتاج اليمن لمساندة دولية حقيقية يعني لسيادة الدولة على هذه على المرتزقة دول أو على الناس اللي مخليه اليمن في هذه الحالة الحوثيين وهذه الحالة الصعبة؟ خلينا نقول الحوثيين والإخوان المسلمين، لأنهم هم كلا بعض جماعتين متطرفتين إرهابيتين، هم مع بعض متفقين على دمار اليمن ودمار المنطقة بشكل كامل. واضح أن هناك تحرك دولي أخير وأمريكي لدعم لإصلاح الشرعية في اليمن، لإصلاح الحكومة اليمنية، وهذا ما بدأ واضحا خلال الأيام الماضية من خلال الدعم العسكري واللوجستي وكذلك الدعم المالي الذي الآن هناك مفاوضات كبيرة لدعم البنك المركزي اليمني لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، ويعني هناك بارقة أمل مشاهد، وهناك انهيار حوثي كبير في الجبهات حينما كان هناك ضغط عسكري، وهذا مؤشر ورسائل إلى المجتمع الدولي أن الأزمة في اليمن لن تنتهي بالحوار السياسي. أتمنى لكم السلام قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله نستضيف حضرتك وتبقى الأجواء أفضل من هذا. أستاذ محمود الطاهر الباحث السياسي من اليمن. كنت عايزة بس أقول لحضراتكم معلومة أن المهندس طارق حمودة النعماني اللي هو سفير شباب اليمن اللي كان بيتحدث النهاردة طلب من الرئيس طلب أن هو ينضم للأكاديمية الوطنية للتدريب لو ممكن، فرحب السيد الرئيس وقال مش الأكاديمية فقط، كل مؤسسات الدولة لكل أشقائنا متاحة ويتفضلوا في أي وقت، ويمكن ده اللي تعودنا دايما ان مصر يعني قلب العالم كله. عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس الجمهورية عن سعادتها بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بفيسبوك: سعدت بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم هنا في شرم الشيخ في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها، وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش. وقالت السيدة انتصار السيسي أن الفنون والثقافة بلا شك في الحياة والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، مضيفة: تحية لكل مبدع وكل شاب وشابة شاركوا في هذه العروض المتميزة. شكرا السيدة انتصار السيسي، فكرة تواجدها أكيد بيسري المنتدى أكيد. خلينا نكمل مع حضراتكم. قالت الدكتورة سحر الجابوري مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونارو في القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل الوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدة بدور مصر في دعم ومناصرة الوكالة في شتى المحافل والدفاع عنها. نطلع نشوف فيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم.
حادثة كريمة أخرى وهي السيدة صحر الجبوري مدير مكتب ممثلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القاهرة. سيدة صحر مساء الخير. مساء النور. الصورة في اليمن تبدو صعبة وأرجو أن تنقلي لنا صورة الأوضاع داخل قطاع غزة وكذلك صورة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وفي الأماكن المختلفة في العالم طبعا لأنهم هم من ضمن من تعملون على رعايتهم. شكرا جزيلا. أولا أود أن أعبر عن شرفي الكبير الحضور أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأتقدم له الشكر الشخصي على دعمه للوكالة. أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل الوكالة في خطابه في الجمعية العامة، فلك منا كل التقدير والشكر. أعتقد بعد اللي قلت أستاذ عمر عن الأوضاع في غزة والفيلم القصير لا يوجد ما يقال أكثر من هذا عن وصف الوضع الإنساني السيء داخل غزة، لكن الوكالة مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق عمليات هي الأردن وسوريا ولبنان وأيضا الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى غزة، والأوضاع في جميع هذه المناطق لا تسر حقيقة. فمن الوضع الحرب الطويلة في سوريا إلى الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان إلى عدم الحق في الحركة والعنف المستوطنين والاحتلال في الضفة الغربية وفي تتعدد المآسي التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين، وحتى في الأردن بدت أوضاعهم صعبة في ظل كورونا التي أثرت في ظل الوباء التي زادت حقيقة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في جميع هذه المناطق حالها حال باقي العالم. نتيجة هذه الضغوط ونتيجة أعداد اللاجئين الفلسطينيين اللي مسجلين لدى الوكالة حاليا يبلغ عددهم 5.8 مليون لاجئ ازداد وزيادة هشاشة أوضاعهم ازدادت احتياجاتهم فزاد اعتمادهم على الوكالة، والوكالة مع الأسف إحنا دا تمر بتحديات كبيرة كذا سنة حاليا من 2015 في ضغوط كبيرة على الوكالة منها ضغوط مالية، فقلة الوكالة أنشئت كوكالة مؤقتة حتى توصل إلى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وبيشمل هذا الحل اللاجئين الفلسطينيين. بعد فكرة أن تكون دولة في وضع كان سيء جدا مش مكترثة بنفسها فقط ولكن كمان تبحث عن مصالح الآخرين وأن يطلب السيد الرئيس الدعم للمنظمة وهو في الجلسة العامة للأمم المتحدة أكيد إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين يمكن ما تعودناش عليه أو في السياسة في التوقيت ده، ولكن السيد الرئيس بيسن دائما سنة جديدة من الناحية السياسية والدبلوماسية كمان، يعني كل واحدة فكرة من التعامل بشرف بنزاهة فكرة التعامل مع كل الضيوف دي وكأنهم ولاد مصر الموجودين والشفافية والقعدة والكلام معهم من القلب على مواضيع كمان داخلية تخص مصر، وما إن إحنا بنتكلم على كلام من القلب وإن المصريين في قلب الرئيس فجانا اللي نورت المنتدى واللي حضرت الفعاليات واللي دعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هفكركم بجانا وهي بنت النوبة واللي كان السيد الرئيس موجود في وقت طريق الكباش وقعد جنبها هو بيتكلم مع الأهالي، كانت اللي قاعدة جنبه على الكنبة في الوقت ده، وأيضا دعاها لحفل طريق الكباش بالليل وجانا شاركت من ضمن الأطفال اللي كانوا بيشاركوا في الحفل اللي كان موجود في استقبال السيد الرئيس في طريق الكباش. النهاردة جانا أعلنت عن انبساطها وسعادتها بحضورها المنتدى، وإحنا كمان مبسوطين يا جانا إنك جاية من النوبة علشان تشاركي، برغم من سنك الصغير ده أعتقد هتطلعي طفلة مختلفة كتير إنك شفتي الأجواء دي من بدري جدا، يعني سبقتي حتى الشباب اللي حاضرين معاك دلوقتي. أما عن الإشادات الدولية، شارك عدد من المسؤولين والمتحدثين في مصر وعدد من الدول العالم في الجلسة النقاشية الرئاسية بعنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر، وكانت مبادرة حياة كريمة محل إشادة لعدد من المتحدثين، منهم كان رئيس الاتحاد العربي للتطوير. مبادرة حياة كريمة حققت المعادلة الصعبة في تخفيف أثار الفقر وإيجاد سكن ملائم، وكمان مستشار بالاتحاد الأوروبي مصر بذلت مجهودات كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية. مديرة مكتب وكالة أونارو بالقاهرة لمصر دور كبير في إعادة أعمار غزة، وكلام كتير عن اللي حصل في المنتدى. خلينا ناخد مع حضراتكم
جزء من كلمتها ونرجع نكمل ونستناخد الضيف ونعرف أكثر عن الموضوع. شكرا جزيلا فخامة الرئيس السيسي، السادة وسيدات المتحدثين. كما قالت الدكتورة هلا، فإن التخفيف من الفقر يقع في القلب من أجندة التنمية الدولية، الأجندة الدولية والأجندة الأفريقية والأجندة الوطنية. بعد أن أصابتنا الجائحة فإنه في جدول أعمال التنمية يركز فيها الهدف الأول على إنهاء الفقر بكل صوره، وأدركنا أنه ظل وسيظل أكبر تحدي يواجه العالم. عندما أصابتنا الجائحة أصبح من الجلي أن الأمر لا يتعلق فقط بالأزمة الصحية، بل إنها أزمة تنموية، ومن عانوا أكثر من غيرهم هم الفقراء، لأنه بالنسبة لهم أصبحت الأزمة أزمة مزدوجة. أولاً، لديهم أكبر خطر في التعرض للفيروس، وثانياً لديهم أقل قدرة للحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة. هنا أتحدث على المستوى العالمي. هناك بعض الإحصائيات التي ذكرت بالفعل والتي تشير إلى أن جائحة كوفيد قد زادت من الفقر العالمي بحوالي نصف مليار شخص، أو حوالي 8% من تعداد العالم. إذا ما نظرنا فقط إلى العام الماضي، فإننا نرى أن الجائحة قد دفعت 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وذلك في البداية. أيضا الفقر، هذا الفقر المدقع زاد من أوجه عدم المساواة بين الشمال والجنوب. خلينا ناخد مع حضراتكم دكتور رضا هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. برحب بحضرتك معانا، وبداية كيف ترى مشروع حياة كريمة وتأثيره وأخذ كل هذا الثناء الدولي اللي سامعينه النهاردة أو من بداية المنتدى تقريبا؟ يعني مشروع متميز، مشروع رائد، يعني بعيدا أو قريبا من الثناء والإشادة الدولية، لابد أن احنا نذكر أننا كمصريين نتعلم من الأخطاء في التي حدثت في العهود أو العصور السابقة. يعني كانت ملاحظات الجهات الدولية التي تشيد الآن ببرنامج حياة كريمة، كان في سنة 2005 وجهت لمصر مجموعة من التنبيهات أو توجيهات بخصوص معدلات التنمية العالية التي كانت تحققها مصر آنذاك، من ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في عملية التنمية. وكانت هذه المنظمات بتوجه أن ثمار التنمية لا يستفيد بها الفئات الضعيفة في المجتمع المصري. جاء الوقت الآن ووعد الحكومة المصرية جيدا، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده كان في مقدمة اهتماماته رعاية وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الضعيفة في المجتمع المصري، وأطلق على هذا المشروع الرائد مسمى حياة كريمة. فهذا المشروع بيستهدف في الأساس معاونة أو الوقوف بجانب الفئات الضعيفة في المجتمع لكي يتعزز دورها أو تتعزز مكانتها في وسط عملية التنمية، وفي هذا أو في هذه الحالة لا تسقط أو لا تضيع مننا أحد الفئات الاجتماعية المهمة في المجتمع المصري، والفئات غير القادرة، من خلال توفير مصدر رزق ومصدر دخل طيب لها ومقبول، ويجعلها فئة قوية مع فئات الأخرى في المجتمع المصري. ولكن سريعا بس كأستاذ للعلوم السياسية، إيه أهم الرسائل اللي شفتها حضرتك النهاردة في اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم؟ يعني الرسائل يعني متعددة، هو الإشادة بقدرة الحكومة المصرية
بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل هذه الظروف غير العادية التي يمر بها العالم وتمر بها المنطقة. العالم يمر بأزمة صحية عالمية استتبعها أزمة اقتصادية حادة جدا في المنطقة، في أزمات سياسية عصفت بكثير من الدول من حولنا وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. تفادت مصر جميع هذه أو خرجت مصر من هذه الأزمات جميعا والحمد لله، ده بفضل سياسات رشيدة للحكومة وقبل السياسات الرشيدة التوجيهات المتميزة والحكيمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكرك دكتور رضا هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم أخبارنا.